على غير العادة هنبدأ حلقة تحت السيطرة على طريقة جورج قرداحي. من اللي تحت السيطرة؟ لا لا أقبل أن أكون تحت السيطرة. نسأل السؤال الأول. طلبت إحدى شركات الإعلانات تغييرا بشكلك الخارجي ليتلائم مع الإعلان. تغيير شكلي ما بغيره. السؤال الثاني، لو طلب منك تقديم برنامج سياسي ما ستستضيف سياسيين؟ في عندي خيبة أمل كبيرة من أغلب السياسيين في لبنان. أمنية حياتي أسمع جورج قرداحي بيدندن. الحب سكارى. ومحبة الناس أهم من كل فلوس العالم. بعتقد أنه في إعادة هيكلي للإعلام المصري. جورج قرداحي عمل اختبارات إعلامية كبيرة جدا وكثيرة جدا. قصة مليون العرب قصة بسيطة جدا. تحت السيطرة مع أروى، الخميس 9:30 مساء على النهار.